في زون ميكس متواصلين حتى الخمسة عشرين، مازالوا 10 دقائق تقريبا في الحصة متاعنا. نكمليهم بآخر تصريح باش معنا بالتليفون موجود السيد محمد خليل كريديس الناطق الرسمي باسم الملعب الجيبسي، نحكيه على المراسلة اللي وصلت للملعب الجيبسي من لجنة فض النزاعات في الفيفا بخصوص اللاعب السابق إيزاكا أبو دو اللي يقضي بإلزام الملعب الجيبسي بخلاص 147 مليون بعنوان مستحقات غير خالصة مع الفوائد البالغة 10 ملايين، وذلك في حدود 45 يوم، والا فانه النادي مستهدف بالمنع من الانتدابات لثلاثه فترات مع التدرج في سلم العقوبات. دونك سي خليل، لو كان توضح لنا اكثر، مرحبا بك سي، لو كان توضح لنا اكثر فحوى هذا البلاغ، وهل الملاعب الجيبسي عنده باش يخلص اليوم والا شنو بالضبط؟ بداية مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله رمضانكم مبروك. سنين دايم. بخصوص اللي كنت تحكي فيه سيادتك، يعني مالوريزمون وقع علامنا مؤخرا يعني بالحكم هذا صادر على لجنة النزاعات في دونك سيدة اللاعب إيزاكا أبو دو. المبلغ كبير ياسر، يعني الوضعية المادية للملعب الجيبسي لا تخفى على أحد، يعني وضعية صعبة ياسر. الهيئة الحالية للملعب الجيبسي اللي هي المديرة، يعني منذ أن تعهدت بتسيير بمهمة تسيير ملعب الجيبسي، يعني وجدت عديد الصعوبات المادية. دونك الحكم هذا دونك يزيد يعمق هالمشاكل المادية هذه والصعوبات المادية اللي نعيشوا فيها. تنضاف لها هذه الوضعية نتاع أزمة كوفيد 19، دونك مثلا البطولة واقفة، كل شيء واقف. دونك الوضعية صعيبة، يعني احنا توا ساعين باش نشوف ونلقوش حل، معناها سواء مع اللاعب، علما وانه اجال الاستئناف ما زالت مفتوحه لاستئناف هذا الحكم، واحنا عندنا لجنه قانونيه قاعده تعمل الان على دراسه الوضعيه القانونيه للاعب وللنزاع مع اللاعب هذايا، فماش امكانيه للاستئناف في الاثناء. دونك فما تحركات اخرى لربما نوصلوش الى حل اتفاقي مع اللاعب، او يعني الاتصال بالمكتب الجامعي لربما الى حين يعني تجاوز هالصعوبه هذه في اجال ال 45 يوم اللي كنت تحكي عليه سيدي. المبلغ معناه مش متوفر توا حاليا. المبلغ شيء طبيعي مش متوفر، احنا بالعكس احنا وضعيه يعني عماله تتعكر اكثر فاكثر، يعني ماهوش كان ملاعبي هذا، يعني عندنا برشا ملاعبين شاكين وعندهم احكامهم، دونك جايين كل مره ينفذوا في هالاحكام هذه. دونك سي با فاسيل يعني باش تجاري الامور يعني نتاع الجمعيه الحاليه، اضافه الى الديون المتخلده. يعني تلاحظ لو كان يعني الشكايات والقضايا المطروحه ضد الملعب الجيبسي كلها يعني فترات سابقه ومواسم سابقه يعني للهيئه هذه، مالوريزمون احنا تو في وضعيه تسيير، اصبحنا يعني نحاولوا كيفاش نخرجوا باخف الاضرار في كل مره مع كل حكم يعني نتفاجئوا به. على غالب الوضعيه كما كنت تحكي وضعيه صعيبه، والمبلغ هذا مالوريزمون ماهوش متوفر. ان شاء الله نوصلوا في قريب الايام، يعني ما عادش عندنا برشا وقت، اجل الاستئناف فيه 21 يوم. دونك عندنا جمعه اخرى في دينا يلزمنا نتصرفوا هكا. باش تمشيو للاستئناف معناتها نورمالمون. فما امكانيه للاستئناف الحكم هذا. خاطر الاستئناف يمنحكم شويه وقت الاستئناف خلاص، لكن يخسر لكم شويه فلوس. وهو كذلك. دونك احنا في اطار دراسه جميع الحلول. ما عندناش حل اخر، ما عندناش برشا حلول في دينا مالوريزمون. ان شاء الله نوصلوا الحل، ان شاء الله نوصلوا الحل. حكيتوا معاه اللاعب خاصه نعرفه موجود في تونس، هو ايزاكا يلعب مع المتلوي، حكيتوا معاه؟ مازال ما وقعش فما اتصال، مازال ما فماش اتصالات. اما ماشيين في الاطار هذا. الجامعه حكيتوا معاها؟ مازال كل هذا كل مازال، احنا كما قلت لك لجنه قانونيه قاعده تخدم على يعني لدراسة الوضعية القانونية للملف هذا، فماش إمكانية في الاستئناف. ما عادش عندنا برشا وقت، دونك احنا تو باش نمشوا في بداية الأسبوع القادم باش نشوفوا جميع، يعني باش نطرقوا الأبواب الكل، ما عندناش حل آخر. الديسيزيون النهائي وقتاش تاخذوها إن شاء الله؟ الأسبوع القادم، ما عندناش برشا وقت، أجل الاستئناف 21 يوم، الحكم وقع علمنا به نهار 14، دونك من هنا الديبي مي، دونك لازمنا نكونوا فاضيين امورنا. نتصور الحل اغلب باش يمشي للاستئناف، خاطر ما عادش فما برشا وقت باش يقعد جمعه، ما نتصورش باش تلقاو حل مع الجامعه والا اللاعب في جمعه والا كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. الاستئناف فما امكانيه نتوجهوا للاستئناف، كما فما امكانيه ان نشوفوا حل اتفاقي اذا كان ذلك يعني ممكن وفي رضا الطرفين.
فهمتني؟ دونك مازال هذايا مش باش يتكرر توا، بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله نشوفوا، نتصلوا باللاعب نشوفوا اذا كان ثم امكانيه باش نوصلوا معاه لحل اتفاقي، حل ودي، والا باش نكونوا معنا يعني مجبرين على استئناف الحكم هذايا والدفاع على مصالح النادي بغايه الحق من المبالغ المحكوم بها. قلت لي شكاوي بالجمله وبخلاف قضيه ايزاكا، شكون يتحمل اليوم الوضعيه وصل لها ملعب الجابسي؟ والله شوف هذايا سؤال ينجم يكون استنتاج، ما يكون السؤال على اعتباره ان الهيئه الحاليه تعهدت يعني للموسم هذايا، معناها ما تنجمش تكون هي مسؤوله على قضايا وعلى حقوق يعني لاعبين سابقين يعني للفتره اللي تعهدت فيها، دونك شيء طبيعي ان هذا يعني الفتره السابقه لتعهد الهيئه الحاليه بتسيير مهمه تسيير جمعيه مرعب جابسي، بالتالي احنا كجمعيه يعني نخدموا بعقليه المؤسسه، احنا نتواصلوا مع بعضنا سواء الهيئه هذه ولا الهيئات السابقه، احنا يعني نتعاملوا بعقليه المؤسسه، الناس الكل يعني ملزمه بجميع هذه الاحكام، ما ناخذوش فيها على اعتباره ان جمعيه الهيئه هذه دونك تتملص من المسؤوليه، لا احنا من النهار الاول اللي جينا وشدينا في زمام الامور في جمعيه الملعب الجابسي كنتوا عارفين معناها الحاجات هذوما الكل ولا؟ كيفاش؟ النهار الاول اللي قلت عليه كنتوا تعرفوا القضايا هذوما ولا لا؟ لا ما كناش نعرفوا بالحجم هذا، على خاطر تتفاجأ في كل مره يعني تتفاجأ بحجم القضايا، ما كناش نتوقعوا الحجم هذايا، ولكن احنا مازلنا متحملين المسؤوليه ونحاولوا ان بقدر الامكان ان نتجاوزوا يعني الصعوبات اللي قدامنا يعني باخف الاضرار. بخلاف اذا كان شكون ياخذ قلت لي قضايا اخرين ملاعبين اخرين شاكين؟ خليل بلدي، اكرم ساسي، فما ريكو فابيو يعني في الفيفا عندي يعني اخطر معناها دونك صدر له سيدته حكم ب 39 ألف دينار على ما نتذكر، دونك برشا شكايات بالجمله مئات الالاف من الدنانير. والاجانب اخطر بطبيعه القضايا نتاعهم باختيار انه الفيفا مسؤول عليه. كلها اجال يعني كيما مزازر كوما كيما ايزاكا دونك الموسم 2018-2019 كلها يعني مواسم سابقه. اثقل دوسي ايزاكا اثقل مبلغ ولا فما اكثر؟ والله هو مبدئيا هو اثقل واخطر على اعتباره ان تعرف الفيفا ماهاش كيما يعني الشكايات في تونس، يعني مش كيما القضايا تكون مطروحه في امام لجنه النزاعات والا معناها في اللجنه الوطنيه للاستئناف كما تكون في امام الفيفا، بطبيعه الحال هو هذا اخطر دوسي ان شاء الله نخرج منه باخف الاضرار وهذاك هو. واضح، شكرا لك سيد خليل كريديس الناطق الرسمي باسم الملعب الجابسي على كل هذه التفاصيل. على كل هكا نوصل لنهاية الحصة نتاعنا، نذكر كان معنا بالتليفون مراد العقبي الموجود في أحد النزل في الحجر الصحي في جربة بعد العودة من السعودية صحبة عدد الرياضيين الآخرين، كان طمنا على الحالة الصحية والأوضاع في أحد النزل في جربة. أيضا تناولنا قضية النادي الإفريقي بخصوص يوان توسغال، كيف الكاميرونيين الملاعبية الشاكين قضية التدليس، أيضا عودة الكلوب للتمرين مع سامي المقدمي كما كان معنا المحامي علي عباس، عطانا وجهة نظر قانونية لقضية يوان توسغال، كما كان معنا زوز رياضيين توانسة زوز مدربين، محمد المكشف من البحرين وكذلك أحمد المديغري من السعودية، توجهوا بنداء استغاثة للسلطات المعنية من أجل إجلائهم، وكملنا مع زوز حوارات مع أحمد الشيخ روحو رئيس الجامعة المكتب الجامعي المنحل للرياضات الإلكترونية من قبل وزارة الشباب والرياضة، وعدد الاتهامات للوزارة وممكن توصل حتى لشبهات فساد، وكملنا منذ قليل كما كنتوا تسمعوا مع الملعب الجابسي، إن شاء الله القضية تتحل نتاع إزاكا أبو دو الملعب الجابسي يتجاوز الوضعية الخطيرة هذه. على كل هذا الكل تنجموا تشاهدوه في اللايف ستريمينغ الموجودين على الباج نتاعنا إكسبريس اف ام وإلا إكسبريس اف ام سبور، هكا نكملوا زون ميكس اليوم، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت من 3-5 نتاع العشية. شكرا علي باشا في الإخراج، أيضا شكرا لآدم في الإخراج الرقمي. شاهي طيبة، نسكن ليتكم زينة، وباي باي.